ومن الأجواء الجميلة اللي تساعدنا على المشي إلى برنامج صحتك في خطوتك، هو مسابقة عالمية تشارك فيها جامعة قطر وتحافظ على معدل المشي للطلاب وانعكاس ذلك على صحتهم، واللي تستضيفها الجامعة بالتعاون مع سبايرزون والمسابقات التشجيعية التابعة له، وبالمرفق صور لآخر المنشورات الدعائية التابعة للمسابقات للمسابقة. خلونا نتعرف أكثر على هاي الموضوع مع نديب قناة الريان صباح الكواري من جامعة قطر. صباح الخير يا صباح. نصبح عليكم بالخير بالاستديو، ونصبح على جميع مشاهدين قناة الريان اللي يشاهدون برنامج الصباح الرباح. احنا نفس ما تعرفون احنا موجودين معاكم من جامعة قطر، من إدارة الأنشطة الطلابية وأيضا من مبنى الأنشطة الطلابية في الجامعة. هذا المبنى اللي يحتوي على العديد من الأنشطة، وأيضا نفس ما عودناكم كل أسبوع احنا على تغطية على عدد من الفعاليات اللي تقيمها جامعة قطر في مختلف الإدارات في الجامعة. اليوم عندنا برنامج جديد مشاركة فيه جامعة قطر، هو برنامج صحتك في خطوتك. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا البرنامج وعن مشاركة جامعة قطر في هذا البرنامج، معنا الزميل سالم اليافعي، المنسق الإداري بإدارة الأنشطة الطلابية. نصبح عليك بالخير يا سالم، ويا مرحبا بك برنامج الصباح الرباح. صبحك بالنور ويا هلا والله. يا مرحبا بك. في البداية سالم، ودنا نتحدث بشكل عام عن مشاركة جامعة قطر في هذا البرنامج، وأيضا الدور اللي راح يكون ملقى على إدارة الأنشطة الطلابية. والله جامعة قطر طبعا صفتها أحد الجامعات، البرنامج هذا أصلا برنامج صحتك خطوتك طبعا مشهور في الدوحة على مستوى قطر كلها، يشاركون فيه كل فئات المجتمع، لكن في تحدي خاص اللي هو تحدي الجامعات، وطبعا بصفتنا الجامعة الوطنية لازم نشارك في التحدي وإن شاء الله نفوز بعد. إن شاء الله فلكم التوفيق إن شاء الله. لو تحدثنا أكثر عن هذا البرنامج، ما هي أهدافه؟ إيش اللي يحتوي هذا البرنامج؟ أيضا إيش اللي قدمه للطلاب نفسهم؟ تحدي الجامعات بدأ في 5 ديسمبر وإن شاء الله بيخلص على نهاية شهر 2. أهدافه أن ننشر ثقافة المشي والصحة عند الشباب، طبعا طلاب الجامعات هم أساس المجتمع في المستقبل، وهذا من أهداف رؤية 2030. فإحنا نحب ننمي ثقافة المشي والصحة وشلون الواحد يحافظ على لياقته من بداية في الحياة الجامعية. فبوجود تحدي مثل هذا راح يشجع الطلاب، بيكون في روح تنافس، بيكون إن شاء الله يعني ينتشر وعي بين الطلاب على أهمية المشي، أهمية الحفاظ على الصحة، ويعني في هذا. نعم سالم، لو تحدثنا أكثر عن مشاركة الجامعة في هذا البرنامج اللي يعتبر، يمكن إحنا دائما ما نقول دولتنا الحبيبة قطر دائما ما تساهم في مجال الصحة ومجال الرياضة، بما أن إحنا أيضا عندنا يوم مختص بالرياضة، أيضا إحنا عندنا يجب أن تكون هناك توعية بالرياضة، توعية بالصحة، توعية بالنظام الرياضي اللي المفروض يسلكه الشخص في حياته اليومية بداية من حياته الجامعية. والله طبعا اكيد احنا بالذات في اداره الانشطه الطلابيه نشجع على هالشيء بشكل كبير. حتى البرنامج هنا كان المفروض الترويج يكون 3 أيام، بس بسبب الاقبال الكبير اللي كان من الطلاب مددوه يعني 2 مرات، تم تمديد فتره التسجيل للطلاب بسبب الاقبال الكبير على البرنامج. جامعه قطر بشكل عام دائما احنا في اداره الانشطه الطلابيه نحب ان نروج لثقافه الرياضه والصحه. اليوم الرياضي يعني الحمد لله، اليوم الرياضي السنة الماضية كان يعني في جامعة قطر كان يعني شيء احنا فخورين فيه، وعلى مدار السنة يعني احنا نقيم بطولات رياضية، نقيم تحديات، نقيم برامج تدريبية رياضية للطلاب، كل هالأشياء في يعني تصب في نفس الهدف اللي هو نشر الوعي الصحي والرياضي بين الطلاب. لو تحدثنا عن المنافسة اللي راح تكون بين الجامعات، انت قلت لي لو نحدد هذه الجامعات وطريقة المنافسة من متى لمتى، وايضا متى سيتم الاعلان عن الفائز؟ المنافسة هي بدأت من 5 ديسمبر وراح تستمر الى نهاية شهر 2. تقدرون تتابعونها اونلاين على موقع صحتك في خطوتك في تحدي الجامعات. مشاركة فيه عدد من جامعات قطر، يعني عدد لا بأس به اتوقع، ان شاء الله الكل بيشارك. التحدي هو بيكون تحدي بين الجامعات، بالإضافة إلى تحدي أسبوعي على أعلى 3 طلاب في كل جامعة، داخل كل جامعة يعني. وأونلاين بيكون موجود الاسم، اسم الطالب، وحتى عدد الخطوات، متوسط الخطوات في هذا الأسبوع.
وفي ارقام عجيبه يعني. كم يعني لو تحدثنا عن الارقام، كم الخطوات اللي يمكن يمشيها الطالب في اليوم الواحد، وعن المعدل اللي انت قاعد تتكلم عنه؟ طبعا احنا نبدا بالمعدل اللي هو الريكومندد او المعدل اللي هو ينصحون فيه، هو 10,000 خطوه في اليوم. فاحنا نشوف طلاب يمشون 22,000 30,000، بس لما جيت اشوف الاسبوع هذا ما شاء الله يعني في ناس معدلهم في 50,000. الله تبارك الله، هاي ترى ندل فيدل يمكن على حتى احنا عندنا في الجامعه، يمكن اللي ما يعرفون مشاهدينا الكرام ان المسافه بين المباني تكون مسافه كبيره. في ختام لقائنا اليوم سالم، رساله توجهها من خلال برنامج صباح رباح لطلاب جامعه قطر وايضا للمجتمع عن برنامج صحتك في خطوتك؟ والله انا الصراحه بالعكس اشجع هالشيء، ثقافه المشي يعني الحفاظ على الصحة أصلاً شيء مهم جداً يعني، ولازم إحنا ننمي هالشيء بين الشباب، لازم يكلمون ربعهم عن هالبرنامج بالذات أو بشكل عام عن المشي، عن الجري، ثقافة الجري. إحنا ما شاء الله عندنا في قطر عندنا أسباير فيها ما شاء الله يعني مسارات الجري ومسارات حتى الدرجات الهوائية، عندنا الكورنيش، عندنا كتارة، عندنا اللؤلؤة، كلها الأماكن أماكن حلوة الواحد يروح يمشي فيها، منها يقضي وقت ويا ربعه ومنها يحافظ على صحته. في نهاية الأمر نشكرك سالم اليافعي من إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر على مشاركته وإعطائك لنا هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جامعة قطر، فالكم الفوز إن شاء الله. حياكم الله وإن شاء الله إن شاء الله الجميع إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. نفس ما شفتوا مشاهدين الكرام كنا مع برنامج صحتك في خطوتك، هذا البرنامج أو هذا التحدي اللي راح يكون بين الجامعات في قطر، عدد كبير من الجامعات شاركت فيه، ومن ضمن هذه الجامعات جامعة قطر. نتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله في هذا البرنامج، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا اللي كان عندنا والكلمة عندكم في الاستديو. يعطيك العافية الصباح، وكل الشكر لضيفك على إثرائنا بهاي المعلومات، ونتمنى لكل الجامعات التوفيق. تذكرين الفعالية اللي كنا نغطيها امشي اكثر امشي بالمول، واللي هي تندرج تحت كذلك أيوة. برنامج صحتك في خطوتك، كنا نتكلم عن ان معدل 10,000 خطوة يعطينا نص ساعة مشي تقريبا. حين قال ان طلاب الجامعة في بعضهم يمشون بمعدل تقريبا 50,000، 50,000 لو تحسبينها وكأنهم يمشون ساعتين ونص، ما شاء الله ساعتين ونص مشي يوميا مثلا، يعني وقت كبير وخطوات كبيرة، 50,000 خطوة. فيعني يعطيهم العافية ونتمنى لهم الفوز إن شاء الله، ونتمنى فعلا يعني أن المشي يكون متواصل سواء كان صيف أو شتاء. يعني أنا الصبح وأنا جاية الشغل قاعدة أشوف ناس ما شاء الله عليهم في عز البرد لابسين الجاكيتات الرياضية هذه ويمشون، ويعني في أجواء جدا باردة ومحافظين على المشي ما وقفوا، ويعطيهم العافية إن شاء الله. ننتقل نايلة من جامعة قطر إلى المدارس، وقامت نظمة مدرسة السيلية الثانوية المستقلة للبنات ترسيخا لأهمية الحوار والنقاش. طبعا نظمت مناظرة بعنوان، ركزي على العنوان، سيرغم هذا المجلس الأجانب المقيمين في دولة قطر على تعلم اللغة العربية. نشاهد طبعا في هاي التقرير حجج فريق المعارضة وبراهين فريق الموالاة، خلونا نشوف التقرير. مناظرة بين مجموعة من الطالبات، اكساب الطالبات مهارة الحوار والقدرة على إقناع الآخرين وفي نفس الوقت تقبل الرأي والرأي الآخر. فكانت المناظرة بعنوان سيرغم هذا المجلس الأجانب المقيمين في دولة قطر على تعلم اللغة العربية، وهذه من أهداف حملة دلني في المدرسة. المناظرة عبارة عن إقناع الأجانب بأنهم يتعلمون اللغة العربية، مثل ما العرب يجبرون على تعلم اللغة الأجنبية لممارستها عند السفر، فكانت الرغبة نشر اللغة العربية لأنها الهوية القومية للدولة. إجبار الأجانب أي غير العرب في دولة قطر بتعلم أساسيات اللغة العربية وليس التعمق فيها. بالنسبة للطالبات الحاضرات كان الموضوع بالنسبة لهم شيء جديد، ولاحظت الحوار المتداول بينهم هو تشجيع
مجموعة على مجموعة أخرى، والسبب في ذلك هو حماس الطالبات أثناء طرحهم للقضية التي يتناولونها. لأنهم كانوا يمتلكون العلم والمعرفة، أليس العلم نور؟ سمعتي الطالبة ايش قالت؟ تعلم الأساسيات، يعني ما قالت إتقان اللغة العربية، الإتقان اللي يعني يخليهم يتكلمونها بطلاقة، لكن الأساسيات اللي تساعدنا إحنا كذلك كناس يعني لغتنا الأم هي اللغة العربية أن نتعامل معهم. إحنا عندنا من يعني من اللغة خلينا نقول الإنجليزية بالدرجة الأولى هني، بما أن إحنا تعليمنا عربي إنجليزي، فاللغة اللي تساعدنا لما نسافر دول فيها استخدام للغة الإنجليزية نقدر نتعامل معهم. فهني في بلدنا من حقنا كذلك إن هم يتعلمون أساسيات تساعدهم إنهم يتعلمون ويتعاملون معنا. حتى لو يبتدون يعني يتعلمونها لو إن شاء الله يعني قلطنا غلطة أو شيء، إحنا في البداية قاعدين نتعلم هاي اللغة، اللغة العربية يعني هي الأجانب. أيوة، فكلنا واحد دعاء، فاللغة العربية هي لغة القرآن. وخلال حتى تداولهم في بعض الأماكن اللي يروحونها هناك تكون لوحة مكتوبة بالعربي، فهم حابين يستكشفون ويعرفون هاي اللوحة شنو مكتوب فيها، فيسألون الشخص اللي جنبهم إذا كان هو عارف اللغة العربية يفسرها لهم باللغة الإنجليزية، فليش هم يقعدون يبادرون ويتعلمون هاي اللغة؟ صحيح، أنت قلتي كلنا واحد، فعلا كلنا واحد، بس إحنا كعرب مطالبين بإتقان اللغة العربية، ولأنها لغة القرآن، عشان حتى وإحنا نقرأ القرآن نتدبر معاني. لكن أهما يعني يحتاجون اللغة العربية في حال أنهم عايشين هنا معنا كتسيرا لحياتهم، يعني تسهيل في الأمور الحياتية. فلنفرض راحوا مكان ما في حد متحدث باللغة الإنجليزية، فيكون أنه يسهل عليهم هاي الأمور، كم كلمة عربي ممكن تساعدهم وتمشي حالهم. إذا نيلة خلينا ناخذ بريكنا فاصلنا الثاني ونرجع بعدين نكمل باقي فقراتنا.